المحاضرة. يا دكتور ثانية واحدة بعد إذن حضرتك اتفضل يا دكتور. أنا اللي بتقدر مين؟ يا دكتور يا دكتور أيوه أستاذن حضرتك بس هكلم الدكتورة نرمين بس. لا تخش معانا تقول لها ماشي ثانية واحدة بعد إذن حضرتك. لا لا كده ما بيسجلش. كده بنسجل خلاص. احنا عاوزين نسجل المحاضرة يا دكتور. يبقى تاني ما انا ما بسجلها لك حالا دلوقتي، انا بسجلها لك وابعتها لك. تمام تسلم يا دكتور. اول حاجه احنا قلنا الوزن الاريا ميثود اللي هناخدها دي من عباره عن ايه؟ وزن العمود بناخد من السنتر لاين للسنتر لاين، والمساحه المتظلله دي هي المساحه اللي العمود ده شايلها من بلاطه. فالعمود ده شايل وزن دوت اللي هي المساحه المتظلله، وشايل الكمرات اللي برضك فوق في الحته الاريا المتظلله، وشايل الحيطه اللي في الجزء دوت اللي متظلل ده. وده الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم. الاحمال اللي جايه على العمود جايه من البلاط، جايه من الكمره، جايه من الحيطه، جايه من وزن العمود اتسيلف من نفسه. فعشان كده قلنا ايه؟ القانون بقى بيقول لك هنا وزن العمود او الحمل اللي جاي على العمود بيساوي دبليو سلاب، دبليو سلاب وزن البلاطه في اريا المتظلله اللي انا عارفها دي، اريا المتظلله اللي هي 4.5 في 6 زائد وزن الكمر هنعرف هيجي منين، زائد وزن الحيطه هنعرف هيجي منين، زائد وزن العمود هنعرف برضك هيجي منين. نمسك واحده واحده منهم. اول حاجه عاوز اجيبها وزن البلاطه. وزن البلاطه دي كام؟ قال لك وزن البلاطه اهي القانون بتاعها عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن سمك البلاط اللي انا هديهولك، اقول لك 12 سم 15 سم الكلام ده، مضروب في 2.5. 2.5 ده اللي هو الكثافة بتاعة الخرسانة ثابتة، 2.5 كثافة الخرسانة ثابتة ب 2.5 طن على المتر مكعب. لما اضربه في السمك هيديني ايه؟ مساحة على المتر مصفر. زائد وزن حاجه اسمها الفلورين كفر، فلورين كفر اللي هو وزن التشطيب اللي فوق البلاطه من فوق اللي هو السيراميك، لو انت بتحط على البلاط بتشطب انت البلاط بتاعك ان كان سيراميك ولا رخام او اي حاجه، ببقى مديهولك اقول لك الفلورين كفر كذا. زائد اللايف لود الناس اللي بتتحرك عليها هكون مديهولك، يبقى كل البيانات دي هكون مديها لك في المساله. هديك اللايف لود، هديك فلورين كفر، هديك سمك البلاط، هتعوض في القانون بس. على سبيل المثال لو انا اديتك التي سلاب ب 12، لو التي سلاب اديتك ب 12 واديتك الفلورين كفر اللي هو الويت اوف فلور 150 كيلو جرام على المتر بالسطح، واديتك اللايف لود ب 300، تعوض في القانون ده ازاي؟ اقول دبليو سلاب بيساوي التي سلاب مديلك ب 12 سم يبقى بالمتر 12 يبقى بوينت 12 في 2.5 اللي هو سمك الايه؟ كثافه الخرسانه زائد زائد الفلورين كفر اللي هو السيراميك تشطيب السيراميك والكلام ده 150، انا مديه لك 150 بس خليه بالطن يعني خلي ده تقسم على 1000 يبقى بوينت 15. زائد اللايف لود اللي هو الاحمال الميته 300 كيلو جرام، ما بتتعاملش مع الكيلو جرام بتتعامل مع الطن، يبقى اقسم ده على 1000 يبقى بوينت 3. اجمع يبقى ده وزن البلاطه الاولاني اللي هو ده، اضربه في الاريا بقى كام؟ 4.5 في 6 يبقى انا جبت اول تيرم. طب نيجي بقى لوزن القمر دي. وزن القمر، وزن القمر اجيبه منين؟ اللي هو ده القانون الثاني. وزن القمر عباره عن ايه؟ عرض الكمره، الكمره دي عامله كده ليها دبس اللي هو نازل عندك من السقف ده، ليها دبس ده العرض بتاعها من تحت، يعني انت لو بصيت في السقف عندك هتلاقي في كمره عرضها كده نازل لك كده بيبقى مثلا 25 سم، من لو ما اديتهوش ليك 25 سم. اه خلاص؟ في الدبس بتاعها التي، التي اللي هو المسافه دي كده من هنا لهنا، لو ما اديتهاش خدها 60 سم. بوينت 6 يعني. اللي هي اسمها تي او بيساوي السبان عرض السبان بتاع الكاميرا على 10. بيساوي السبان على 10 او 14. خدها انت 60 سم. يبقى انت معاك التي ب 60 سم والبي ب 25 سم لو انا ما ذكرتهمش. اضربها في الكثافه بتاعت الخرسانه 2.5 ثابته
في سبمشن الاطوال بتاع الكاميرا. انهي اطوال بقى بتاع الكاميرا؟ بتيجي على العمود اللي انت بتصممه اللي هو ده، هنا بيبقى فيه كاميرا وهنا فيه كاميرا وهنا، يعني بين كل عمود وعمود فيه كاميرا، بس انا اللي يخصني في الابعاد المظلله بس، المساحه المظلله يبقى اجمع انهي طول؟ اجمع الطول ده، ده طول الكاميرا اللي هنا زائد الطول ده زائد الطول ده زائد الطول ده، اجمع الاطوال هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى دي سمشن الاطوال بتاعت الكاميرا. تمام كده؟ يبقى جبنا سمشن الاطوال وضربتها في 2.5 كثافه الخرسانه في التي اللي هي سمك البلاطه في البي اللي عرض البلاطه، يبقى انا جبت تاني ايه؟ تاني حاجه عندي. طب اخش على وزن الحيطه اجيبها ازاي؟ القانون ده، القانون ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كثافه الحيطه جاما وول لكثافه الحيطه، هكون مديها لك في ارتفاع الحيطه. ايه هو ارتفاع الحيطه؟ انت عندك في البيت دلوقتي ارتفاع الدور 3 متر، يعني انت واقف على الارض كده عندك وبص للسقف بتاعك كده، ده 3 متر خلاص. فانت ارتفاع الحيطه دايما بيساوي ارتفاع الدور ناقص سمك الكاميرا. ليه؟ لان دايما الحيطه بيبقى فيها في كاميرا، انا ماليش دعوه بالكاميرا، يعني بيبقى الحيطه كده ده السقف بتاعك، وده يعني انت حضرتك واقف هنا كده واقف على الارضيه دي، ده اللي انت واقف عليه وده السقف بتاعك اللي فوق، يبقى في هنا حيطه، حيطه كده، وفوق الحيطه بيبقى في حته كاميرا الاول اللي نازله من السقف دي، دي بتبقى خرسانه. الدور كله يبقى ارتفاعه 3 متر مثلا، وسقوط الكاميرا اللي احنا قلناه من شويه ده 60 سنتي بوينت 6 خلاص. يبقى الباقي قد ايه؟ ارتفاع الحيطه قد اللي انت بنيها 42 2 4 دايما ارتفاع الحيطه بيساوي ارتفاع الدور ناقص سقوط الكاميرا. انت واخد سقوط الكاميرا هنا 60 يبقى تقول 3 متر ناقص بوينت 6. من الحاجة الثانية تضرب في سمك الحيطة، سمك الحيطة اللي هو كام بقى؟ اللي بيبقى نفس سمك الحيطة 25 اللي هي 25 سم بالظبط. مضروب في سميشن ايه بقى؟ أطوال الحوائط اللي هي مين؟ أرجع تاني في الأريا المظللة دي، الحيطة تبقى هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى جمع الأطوال دي، جمع الطول ده والطول ده والطول ده والطول ده، كل الأطوال اللي هي في الجزء المتظلل بس. تجمعه يديك هنا ايه؟ صمش. يبقى انت جبت الترم ده برضه جبته هنا. طيب وزن بقى العمود ده اجيبه منين؟ اخر ترم ده وزن العمود ده بيساوي ايه؟ العمود ده عامل كده حاجه مكعبه كده وليه طول كده خلاص. عاوز تجيب اي وزن في الدنيا عباره عن ايه؟ في التي في البي في الاتش، يبقى كده ايه؟ لما تضرب ثلاث ابعاد في بعض يبقى ايه؟ المساحه حجم، مساحه ولا حجم؟ حجم حجم يبقى حجم. يبقى لما اقول التي في البي في ارتفاع العمود يبقى كده حجم، اروح ضربه في كثافه، كثافه ايه؟ الخرسانه اللي هي ب 2.5 يبقى يديني ايه؟ يديني وزن طن صح؟ لما تضرب حجم في كثافه يديك فورس او يديك وزن، فعشان كده وزن العمود بيساوي طوله في انا بديك العمود اقول لك 40 في 40 وارتفاع الدور 3 يبقى تقول لي 0.4 و0.4 في ايه؟ في 3 0.4 في 3. يبقى انت كده جبت حضرتك الحجم، جبت وزن العمود طلع قد ايه، يبقى انت كده تجمع كله مع بعضه يبقى ده الحمل اللي جاي على العمود، ده اللي هطلبه منك بعد اذنك يا دكتور. المره الجايه طبعا هديك اعمل مثال معاك واجيبهولك بالارقام، انا مش عارف موجود معايا ولا لا، فلو كده ايه ممكن نعمله مع بعض دلوقتي. هبص على السلايد انا كنت عامله بعد اذنك يا دكتور احمد. اه اتفضل. طول العمود هنا هيبقى 3 ولا 42؟ لا طول العمود 3 بقى، لان العمود بيبقى واصل لغايه 3 بيبقى واصل لغايه 3. الكاميرا الكاميرا بتبقى ماشيه العمود سارع فوق. بالظبط بالظبط. انا هشوف لكم كده بس انا كنت عامل ال هشوف بس كنت انا كنت عامل انا المساله دي قبل كده، لحد اشوفها لو كده اهي مساله اهي. بص يا شباب بقى ديت
مثال اهو مثلا. باين عندكم كده المثال ده؟ واضح يا دكتور معاك. تمام. لحظة استنى، في حاجة تانية؟ دكتور محمود يحيى موجود بره بس مش عارف يدخل، كل ما يخش على اللينك يطلب منه تحميل زوم، معرفش بقى مش عارف يخش. لا هو لازم ينزل برنامج زوم عنده. انا قلت له كده، قلت له لازم تحمل البرنامج. بالظبط. قولوا لي كده يا شباب، اللي باين عندكم ايه من السلايد ديت؟ اللي باين المساله مساله. طيب لا كده المساله. باين ايه كده يا شباب؟ طيب قولوا لي كده، باين الرسمه يا دكتور؟ باين الرسمه. بص الرسمه اللي قدامنا دي بقى كده بيقول لي انا عندي بلان لمبنى، البلان ده مطلوب من حضرتك تجيب الحمل سي 1 ده شايل قد ايه. فاول حاجه لازم تشوفها، تشوف من السنتر لاين للسنتر لاين، يعني العمود ده شايل من هنا، من نص المسافه بينه وبين ده، ونص المسافه بينه وبين ده، ونص المسافه بينه وبين ده، ونص المسافه بينه وبين ده. يبقى تبدا تنصف كده المسافات بين الاعمده، يعني تقول من السنتر للسنتر، من السنتر هنا للسنتر هنا، يبقى هو العمود ده شايل الجزء اللي متظلم ده، اللي هو هيبقى كام بقى؟ 6 في 6. ليه؟ من هنا 3 ومن هنا 3 ومن هنا 3 ومن هنا 3، يبقى 6 في 6. دي اول حاجه بتحددها. بس انا طالب منك بقى، قايل لك سمك البلاطه 12 سم، وقايل لك الفلورنج كفر 150، يعني التشطيب السيراميكي اللي فوق وزنه 150، واللايف لود 300. فعشان كده طلبت منك وزن العمود، اجيبه ازاي؟ قال لك وزن العمود هو القانون اللي لسه قايلينه من شويه، عباره عن وزن البلاطه في الاريا المتظلله دي زائد وزن البيم زائد وزن الحوائط زائد الاون ويت بتاع العمود. هنمسك واحده واحده بقى. وزن البلاطه اجيبها منين؟ يعني اللي احنا قايلينه لسه دلوقتي، لسه قايلينه، هنشوفها فين بقى. اهي وزن البلاطه باين عندهم كده، اللي هو بيساوي جاما كونكريت سيكنس في تي سلاب. سمك البلاطه انا مديك تي سلاب بكام؟ ب 12. خلاص. وجاما كونكريت اللي هي كثافه الخرسانه ثابته 2.5. 2.5. الفلورين كفر زائد فلورين كفر انا مديهولك ب 150 كيلو جرام، اقسمها 150 على 1000 0.15 عشان نتعامل مع الطن. اللايف لوك كنت مديهولك بكام؟ 300، يبقى قلت 300 على 1000 عشان تبقى بالطن. 3.10. يبقى ده يديني 0.75 طن على المتر ايه؟ مسطح. ده يبقى ده وزن البلاطه. خلاص؟ الاريا بقى اللي شايلها 6 في 6. 6 في 6. خلاص كده؟ يبقى 36. يبقى كده أول حاجة جبناها وزن البلاطة من القانون اللي هو القانون اللي إحنا عندنا ده. لو جبنا أول حاجة دي وجبنا الأريا. فاضل بقى وزن مين؟ البي ووزن الحوائط والأون ويف بتاع الكولمز. وزن العمود نفسه. بالظبط. نجيبهم بقى إزاي أهو؟ نجيب أول حاجة وزن البيمز بيساوي سمك العرض الكاميرا من تحت اللي إحنا قلنا 25. لو ما قلتش 25. في سمك الكاميرا اللي احنا لو ما قلناش يبقى 60 او بيساوي الاسبان على 10، مضروب في جاما كونكريت وزن الخرسان 2.5، في سمشن الاطوال. اني اطوال بقى؟ ارجع للرسمه كده. 3 3 3. ارجع للرسمه اللي هي من هنا 3 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 و3 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 يبقى كام؟ يبقى 12. يبقى نبص كده، نبص كده هنلاقي ايه؟ 3 و3 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 اللي هم يبقوا ايه؟ 6 زي 6 يعني 12. يبقى كده جبنا وزن البيم طلعت 4.5 طن. اخش على الحوائط. الحوائط هو نفس نفس القانون بتاع البيمز، بس هنا بدل ما احط جاما كثافه الخرسانه احط كثافه الطوب.
بدل ما احط عرض وسمك الكاميرا احط ايه ارتفاع وعرض الحيطه. مضروب في سبمشن ايه؟ اطوال الحوائط. اطوال أطول الحوائط اللي هي 12 برضه، اطوال الايه؟ البيز 12 برضه. 12. طب سمك الحيطه كام؟ يبقى 25، هو نفس سمك الكاميرا. 25 ارتفاع الحيطه كام؟ يبقى ارتفاع الدور كله ناقص الطول بتاع ناقص الكاميرا 60 يبقى 3 متر، ارتفاع الدور ناقص طول الكاميرا 60 يبقى 42. في كثافه الحيطه هكون مديها لك ب 1.3، يبقى انا كده جبتها طلع 9.36 خلاص. فكده جبنا وزن الوولز خلاص، ما خلصنا منه. ناقص ده وزن الكولمز نفسه، وزن العمود. العمود اتفقنا نجيب وزنه ازاي؟ نجيب طول وعرض في ارتفاعه وفي كثافه في الكثافه. طب لو انا قلت لك العمود ده 40 في 40 وارتفاعه 3 متر، يبقى هتقول لي 40 في 40 في 30 في 3 في الجامع في الكثافه، في الكثافه اللي هي 2.5، يديني 1.2. خلاص كده يبقى احنا كده خلصنا. هنجمع بقى 1.2 زائد 9.36 زائد 4.5 زائد ايه بقى؟ 0.75 مضروبه في الرقم اللي هو بتاع الاريا بتاعها، مضروبه في المساحه في الوزن سلابه. فعشان كده يطلع لي الناتج اللي هو ده، قانون تاني، دبليو سلاب في الاريا زائد ان ويد بتاع البيم زائد ان ويد بتاع الوول زائد ان ويد بتاع الكولم، يبقى ده 0.75 مضروبه في 36 بلس 4 اللي هو 4.5 بلس 9.36 بلس 1.2، التوتال بقى بيساوي 42.06 اللي هو التوتال لود على الكولمز ده بيساوي 42.6 طن. بس هو ده اللي مطلوب. مساله جايه لكم في الامتحان شبهها بالظبط، بس تغيير ارقام كم مختلف. دكتور ممكن اسال على حاجه؟ اتفضل. هو دلوقتي ما بنيجي نجيب الحيطه اللي عندي بنحسبها 3 متر و3 متر، هو من المفترض ان انا فرض ان فوق ما فيش عمود تاني موجود؟ يعني ايه ما فيش عمود تاني؟ العمود اللي انا شايل اللي انا بحسبه ده شايل الحيطان اللي معاه في الدور ولا الحيطان اللي فوقيه؟ شايل الحيطان لا اللي فوقيه، اللي لان فوقيه. الحيطان اللي فوقيه دي موجوده على البلاطه، والبلاطه بتنقل الحمل عليه. طيب يبقى لا، لو انا عندي فوق في بحسب على الدور اللي فوق، المفروض ان مكان العمود ده في عمود تاني مكمل فوق. ما انا هقول لك بقى، برافو عليك، الحته دي مهمه. لو انا قلت لك احسب العمود بتاع الدور الاخير اللي هو الارضي، وقلت لك عدد الادوار كلهم 5 ادوار، ما انا بجمع الادوار كلها يا دكتور، بعد كل ده نازل على العمود اللي تحت بالظبط، ايه اللي هيحصل بقى؟ الحسبه اللي انا حسبتها من شويه طلعت 42، دي اضربها في عدد الادوار، اضربها في 4 او 5 حسب العدد الادوار. تمام يا دكتور. بس يعني انت اللي انت عملته ده بتاع الدور الواحد، افرض المبنى فيه 10 ادوار، كل دور بيعمل 42، طب في ال 10 ادوار يبقى تضرب في 10، 42 في 10. بس يا دكتور اتفضل. معلش يا دكتور، في الكاميرا مثلا السقوط بتاعها 60، احنا لما حسبنا للعرض في السقوط بتاعه، طب مش في اللي هو تي اس دكتور بتاعت البلاطه، ما نخصمهاش منها من الكاميرا ولا ما هو نمنعها كده نحسبها مرتين؟ الاكزاكت اللي انت بتخصمها، بس احنا في الديزاين ما بنخصمهاش، بتبقى دي زي فاكتور اوف سيفتي، بنزود الحته بتاعت السلاب دي. دكتور احمد بعد اذنك. اتفضل. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على عدد الادوار 10، يبقى احنا هنقول العمود الاخير هيتحمل الارتفاع بتاع ال 10، الحمل كله هيتنقل بتاع ال 10 ادوار ليه هو بما فيهم وزنه. تمام كده يا دكتور؟ طيب العمود التاسع هننقص منه بقى المفروض الحمال اللي تحتيه، يبقى هو شايل بس احمال 9 ادوار فوقيه، ال 8 ادوار فوقيه، وهكذا. اللي هيحصل ده، انت عندك كام دور؟ انا عندي 10 ادوار. ماشي، انت بتحب تصمم العمود بتاع الدور الارضي اللي تحت ان هو يتحمل 10 ادوار اللي فوقيه بالظبط، يتحمل نفسه اللي هو الدور بتاعه بالظبط زي التسع ادوار. شوف بقى كام دور فوقيه ومع الدور بتاعه، يبقى اللي هم 10 ادوار اضرب في 10 على طول. تمام، يبقى في الحاله ديت اللود بيبدا ينزل تدريجي يا دكتور مع كل الارتفاع، يعني العمود في الدور الارضي هيتحمل اعلى حاجه اللود بتاع 9 ادوار. العمود اللي هو بتاع الارضي بيتحمل 10 ادوار، اللي فوقيه
بيتحمل 9 ادوار، اللي فوقيه بيتحمل 8 ادوار. تمام يا دكتور. الدور اللي فوق خالص بيتحمل الدور بتاعه بس. بالظبط بالظبط. طب يا دكتور الله يفتح عليك. خلاص فدوت كده الرسمه اللي قدام. نرجع بقى للرسمه اللي قدامنا، ده كان المثال اللي احنا عملناه وحليناه مع بعض بالارقام. دلوقتي بيقول لك بقى ده شكل عمود في الموقع، خلاص بيوضح التسريح ويوضح ازاي الكرات اللي موجوده قبل الصب يعني. وده شكل العمود الداخلي من جوه والتسليح بتاعه، وبعد كده قبل ما يصبوه يعني. ده طبعا ده بس مش عليك التفاصيل دي، بس انت عارفها لنفسك. دي التفاصيل اللي بتيجي في اللوحات الانشائيه يعني. بيقول لك ايه العمود اللي انت شايفه ده، انت شايفه كصوره، انما بيجي في اللوحات بيجي بالشكل ده. بيقول لك العمود مثلا في اسياخ هنا كذا سيخ، وفي كنات اللي انت شايفها دي بيرسمها بالشكل ده. الحدود دي بيبقى هي الكنات، والحديد اللي في الجنبين دول وفي النص الطولي ده، والحديد الطولي اللي انت شايفه ده يعني. الحديد الطولي اللي انت شايفه ده هو الحديد اللي هو الطولي ده، خلاص. اما الكنات اللي هي ماشيه دي، الكنات اللي هي 1 2 3 4 دي، هي اللي موجوده هنا، دي اللي موجوده جوه دي اللي انت شايفها. ده شكل تفصيله، ودي شكل تفصيله تاني لعمود من كذا دور يعني. ده دور وده دور وده دور تاني، والكونكشن ده عامل ازاي. طب اماكن الاعمده بقى، اماكن الاعمده المفروض الاعمده، احنا قلنا المثال دي الجزء اللي فات، قلنا اماكن الاعمده لازم وانت كمعماري تيجي او حتى انشائي تيجي تحط الايه اماكن الاعمده بتاعتك، لازم تبقى على حدود المبنى. دي يفضل ايه الاماكن لما تيجي تحط البلان بتاعك، تحط عند اركان السلالم لما يكون عندك سلم، يفضل تحط على الاربع تركان بتاعته في عشان تعرف تحمل عليها السلم. لان اذا لو ما فيش اعمده لازم تفكر في سيستم تاني زي الهيريكال، سلم اللي اسمه الهيريكال او سلم الطاير او الكلام ده، تبدا تفكر ازاي تحط السلم بتاعك. خلاص في لازم تحط الاعمده بتاعتك عند الحدود الخارجيه للمنشا يعني، تبقى على الحدود على المبنى من بره، بيبقى فيه في الاركان في اعمده الكلام ده كله. يبقى عندك ايه الحدود الخارجيه للمنشا بس. فتاني حاجه عندك عند غرف الايه، عند اركان الغرف يعني. مثلا يكون عند ركن الغرفه ديت بيبقى فيه عمود عند كل ركن يعني. يفضل عند التقاطعات لما يكون في كاميرا في المبنى كده وفي كاميرا عموديه عليها، يفضل يبقى فيه عمود. بس لو الكاميرا دي بتقطع كاميرا وتحت في باب، لا خلاص ما احطش العمود، عشان كده قلت يفضل. خلاص دي مبادئ بس ازاي تحط الاعمده يعني، دي مبادئ ازاي تحط الاعمده بتاعتك. ايوه حد عايز يسال حاجه؟ تمام يا دكتور. تمام. نيجي بعد كده بقى ملحوظات عند وضع الاعمده يعني. لما تيجي تحط الاعمده في المنشا، اول حاجه محمد خلف اقفل البتاع. محمد يا خلف او خليفه، وضع الملحوظات عند وضع الاعمده. لما تيجي تحط الاعمده مثلا، لازم الاعمده اللي انت بتحطها كمعماري او كانشائي كمهندس انشائي ما يتعارضش مع المهندس المعماري يعني. المهندس المعماري مثلا عامل ريسبشن كبير، فمش عاوز فيه عمود نازل لك في النص شكل الديكورات بتاعه، ما تروحش انت تخترع له عمود بقى في النص تقول له لا هو كده انشائي. حاول بقدر الامكان تحل له مشاكله وما تعترضش معاه في موضوع الاعمده بتاعته، الا اذا لو هو مش فاهم كمعماري، مش فاهم بقى وحاطط حاجه بدماغه، لا انت تبدا تصلحها له وتعمل حاجه الصح يعني. يفضل وضع الاعمده في الاتجاه الطولي للكاميرا يعني. مثلا ايه، ما يبقاش البلان بتاعك كده، ده البلان خلاص، ودي كاميرا اهي، وفي كاميرا هنا، وفي كاميرا هنا، وفي كاميرا هنا. ما تجيش انت تروح حاطط العمود عمودي عليها كده، يبقى انت عملت ايه؟ بتبقى في الريسبشن بتاعك تلاقي العمود الخارجي لك كده بره. ما تعمل العمود جوه الكاميرا يعني، يبقى مدفون جوه الكاميرا كده، يبقى مش باين، يبقى بيتمحر حتى مع الحيطه والكلام ده. ده يفضل. بس يا دكتور في بعض الاحيان بتضطر ان احنا نعمله، بس علشان هو بيبقى طالع من الدور الارضي، العمود ده بيبقى جاي داخل بهذا الشكل، داخل جوه الحيطه عمود عليها عشان ما يبقاش بص يا يوسف، بص مكتوب ايه؟ انا بدور على بكتب عليها ايه؟ يفضل يعني ايه يفضل؟ لو انت اضطريت يعني خلاص انت مضطر، انما هي يفضل لو بقدر الامكان انت تعمله بالشكل ده.
خلاص يبقى انت مهندس ناجح يعني، تبدا بقدر الامكان بتظبط الدنيا. يا دكتور بعد اذن حضرتك، حتى لو معمول المفروض تحت انا ممكن اعدل عليه فوق عادي يعني؟ لا لو معمول تحت بشكل معين عشان الاستمراريه بتاعت الكولمز، يفضل يبقى طالع زي نفس الاتجاه فوق يا هو فندم. هو كلام حضرتك مظبوط، بس انا بشوف حالات تقريبا بيعكسوا الحاله دي، بيظبطوها ازاي انا مش عارف انا اوصلها يعني، انا لسه ما وصلتش، بس انا لا شفت حالات كده يعني. بتبقى الموضوع ده غلط، ولازم يتعمل له، لو اتعمل صح كإنشائيا لازم يبقى فيه كونكشنز معينة بتتعمل بشكل معين. يعني لو شغل بلدي، لو هو شغل بلدي لا تعمل لا لا، بيبقى شغل احترافي يا دكتور يعني، بيزودوا حاجه معينه عشان يبدا يعكس العمود ما نفسه. هو ده بيبقى هيزرع بس غلط، ده ما هو بيبقى زرع في غلط، سلابه. بيبقى اول حاجة غلط، والحاجة التانية بيبقى فيه اكسنتريستي بتاع الكولمز اللي فوق، اما ما بتنزلش مع الاكسنتريستي بتاع بيسبب مشكلة كبيرة للعمود اللي تحت. فما لا يفضل، لا يفضل يعني، انت اذا الا اذا مضطريت لحاجة معينة يعني. ايه يعني المفروض انت كمهندس انشائي بتطابق كل اللي قبل ما تنفذ، وبتراجع اللوحات، بتطابق كل الادوار مع بعضها، وتحل المشاكل اللي زي دي من قبل ما تبدا، واخد بالك؟ لو انت اللي مضطر العمود اللي فوق تعمله بالشكل معين، خلي العمود اللي تحت زيه، واخد بالك؟ تمام. يعني يا دكتور لو المعماري طلب مثلا الدور الارضي يتعمل عمدان مدوره في اماكن معينه، وطلعت في الادوار اللي فوق سكني خلاص خليتها مربع مستطيل، ده ما دي ممكن. ليه؟ لان العمود المربع المدور ده في الادوار اللي تحت، انت ممكن تعمل العمود اللي تحت بيتعمل مربع عادي، وتعمل له قميص للعمود بتدوره، القميص ده بيتحط تدوير ايه؟ كتدوير حضرتك يا دكتور، يعني يعني عمود مدور واعمله مربع عادي او العكس، لكن محمد بيتكلم على انه يعمله مستطيل. لا محمد بيتكلم على تغيير الاتجاه، تغيير الاتجاه ده ما ينفعش، لا يفضل، لا يفضل. لا مصلحي، مهندس محمد مصلحي بيتكلم على انه هو يغير العمود من مربع لمستطيل، اظن ده برضو ما ينفعش يا دكتور. لا ما هو بص، اما يكون العمود كده مستطيل وانت تروح عامله مربع كده، واخد بالك، او تغيره، دي الحاجات دي هتعمل فيها ايه؟ في حاجه اسمها الاكسنتريستي، لازم العمود السنتر لاين السي جي بتاعه ينزل على السي جي التاني، اما لو ما نزلتوش كده بيولد عزوم زياده على العمود اللي تحت، وممكن يحصل له باكينج. خلاص؟ الحاجات اللي انت بتقولها دي حاجات سبيشال خالص، وممكن يعني ايه يكون واحد عملها ما عندوش درايه بالتصميم، بس لما يكون واحد محترف بيعملها ومضطر، بيبقى فيه اسلوب كونكشن تاني، بنعمل زي بليت ونعمل عشان نربط بينهم هما الاثنين، ونغير الاتجاه ونعمل ونحاول نجيب السي جي بتاع العمود ده مع السي جي بتاع العمود ده، احترافيه في التصميم. بس الحاجات دي لا تفضل يعني، تبقى قليله بنسبه 1 في الـ1000 اللي بتحصل يعني، ممكن تكون صدفتك انت يا محمد كده، حظك يعني، واخد بالك؟ والله مش عارف فتوح حظه يا دكتور. دايما حظه جميل فتوح على طول. لكن يا دكتور بالنسبه للعمود لو هو مربع ممكن ندوره عادي فوق ما فيش مشكله، او ليه العكس. ليه بقى؟ ليه اقول لك ليه؟ اللي هو العمود ده لو ده الدور بتاعنا، لو ده الدور بتاعنا اهو بالشكل ده، العمود ده ايه؟ مستطيل، وطالع برضك فوق مستطيل، انا ممكن اللي تحت ده اعمل له قميص. يعني ايه قميص؟ بيبقى العمود مربع كده، ده في البلان بعمل له زي بحط له سياخ كده، وابدا اعمل عليه شبك وادوره وادوره بالظبط، فده يبقى شكل معماري، عمود معماري يا دكتور، بيبقى مع عمود شكل معماري معماري بس، انما الاساس في الشيل هو العمود المستطيل اللي جواه، المستطيل الموجود هو ده المستطيل وهو ده اللي مكمل، بس المعماري عاوز مدور بعمل له انا قميص. خلاص يعني يبقى اكبر من العمود الخرسان بالظبط، بس هو القميص ده مش شايل حاجه، هو بس واخد شكل التدوير ومقويه شويه بالظبط، واخد ديكور بس بالظبط كده. الاعمده الموجوده رقم 4 بقى، الاعمده الموجوده في في الشارع يفضل مش يفضل، يفضل ان يكون اتجاهه للداخل، يعني العمود ده ما ينفعش اعمل العمود ايه للخارج كده، للخارج المبنى اعمله للداخل، يبقى داخلي كده وسط الحيطه او جوه، يبقى وساعتها في حيطه هنا، وهكذا. المسافه فين بين الاعمده، يفضل المسافه بين العمود والعمود يفضل لا تقل، ما تبقى من 3 ولا تزيد عن 6 متر. يعني ايه؟ ما تعملش العمود وعلى بعد متر تحط لي عمود تاني، وعلى بعد متر، لازم المسافه بينهم لا تقل
عن 3 وما تزيدش عن 6 بس. ده الاختيارات بتاعك وانت بتختار الاعمده. وطبعا في حاجات بقى ليها سبيشال كيس، ليها حاجات خاصه يعني وانت شغال يعني. يعني اما بتغير عن، اما بتزيد عن 6 متر بقى او 7 متر او 8 متر، بتستخدم سيستم تاني زي الفريم، زي في انواع كتيره هناخدها ازاي تستخدم الاستراكشرز معاك يعني. طيب كده بقى يبقى دخلنا على موضوع البيمز. على فكره المحاضره دي يا شباب، المحاضره دي انا يعني موجوده على اليوتيوب بتاعي اللي هو اللي في قناه شانل بتاعتي، موجوده عليها المحاضره دي بالكامل. المحاضرات دي هتلاقيها برضك موجوده، انا بسجلها لكم وانزلها لكم، بس هتلاقيها موجوده بالتفصيل برضك. المحاضرات اللي قبل كده حتى هتلاقيها موجوده. ابعت لنا اللينك يا دكتور بتاع حضرتك. هبعت لكم بعد ما اخلص دلوقتي. تمام دكتور. بعد ما اخلص هو استاذن حضرتك بس، هو احنا خدنا كذا محاضره حضرتك دكتور احمد؟ يعني في كذا محاضره خدناها؟ احنا خدنا كم محاضره كده يا شباب؟ 2 صح؟ 3 اللي فيها اللي فات كله دكتور نرمين سهل يعني، ما تلاقوش خالص يعني. دي 3 محاضرات في تونه؟ اه 3 محاضرات. ما تلاقيش يا دكتوره سهل، هنتلموا مع بعض باذن الله. هيتلموا 3 محاضرات، 2 ودي الثالثه تقريبا. دي الثالثه متهيألي، دي الثالثه. تمام يا دكتور الف. الاثنين الاولين كانوا خفاف جدا لان وموجودين على اليوتيوب دوت، هبعت لكم اللينك هتلاقي ايه الشرح مبسط والموضوع ايه سهل جدا يعني. الاول موضوع مع حضرتك لذيذ يا مهندس يا دكتور احمد. ان شاء الله. على فكره يا دكتور الثانيه تقريبا انت حضرتك برضو عدت جزء منها دلوقتي، انت حضرتك بتشرح دلوقتي الجزء دوت يعني. المحاضره اللي فاتت كانت كانت برضو حضرتك كنت اتكلمت فيها نفس الكلام اللي حضرتك ابتديت بيه المحاضره ديت، فيعتبر انا عاده بحب مش كتير يعني. بدي جزء كده بعمل ريفيجن اللي فات عشان اربطه بالجديد على طول. فريش كده خلاص. يبقى احنا هنخش بقى تاني بقى على سيستم تاني عشان تبقى معانا برضك يا دكتور ان الحته دي كان عندنا في بدايه الكورس احنا بنتكلم عشان تبقى معانا في الحته دي بس، ان ده النظم الانشائيه اللي بتستخدم يعني في اي حاجه. كان في حاجه اسمها حوائط حامله ودي هتلاقيها شرحها موجود، وهتلاقي حاجه اسمها المنشات الهيكليه. المنشات الهيكليه ليه يعني ايه هيكلي؟ يعني بيتكون من 3 اليمنتس، 3 ممبرز مع بعض، زي كاميرا البلاطه بتشال على الكاميرا، الكاميرا بتشال على العمود، عشان كده بنسميه هيكلي. خلاص تمام. كان من ضمن الحاجات دي البيم كولم اند سلاب. احنا مسكنا بقى العنصر الاولاني الكاميرا والاعمده والبلاطات، قعدنا نتكلم على الاعمده. لو خدت بالك دلوقتي عمالين نتكلم على العمود وبيتحط فين والكلام ده. هنتكلم دلوقتي على مين؟ على البيم. على البيم بقى اللي هو هنخش فيها دلوقتي دي. خلاص الاعمده بقى او البيمز معانا اهي. ايه هي البيمز؟ البيمز ديت هي ستراكشرال ممبر بيستخدم عشان يبقى يتحمل او يشيل الاحمال اللي عندنا اللودز، وهو دايما بيقاوم اللاترال او فيرتيكال لود اللي جايه لها من بلاطه وهكذا. فلو احنا بصينا للشكل اللي قدامنا ده عباره عن بلاطه سقف، والسقف ده بيتشال على قمر في الجنب عمودي عليه اهو، والقمر ده متشال على قمر تاني الاخضر ده، والاخضر ده متشال على الايه؟ على الاعمده. يبقى البلاطه بتشال على قمر ثانوي، والقمر الثانوي بيتشال على قمر رئيسي اللي هو الاخضر، والرئيسي ده بيتحمل على العمود اللي هو بالبني ده. خلاص فهو ده فايده البيم. فامتى بقى سؤال نظري دايما بجيبه في الامتحانات، امتى ايه هي الاستخدامات الرئيسيه بتاعت البيمز؟ رقم 1 البيمز ده بيستخدم عشان يشيل الحوائط، لازم كانت تحت كل حيطه تحتها في ايه؟ كاميرا. يعني لو انت عندكم في البيت كده بص على اي حيطه كده في نص المبنى يعني، وانزلي السقف اللي تحت الدور اللي تحت هتلاقي تحته في كاميرا، الا اذا لو كان فلات سلاب، كاميرات اللي هي البلاطات اللي هي قمريه، البلاطات اللي هي السوليد سلاب، في كذا نوع سوليد سلاب، فدي لازم يبقى كل حيطه تحتها في كاميرا. يبقى اذا اول فايده او استخدام للحوائط انت بتكتب لي 1 لازم يكون بيستخدم اندر وول عشان يبدا يشيل الفيرتيكال لود بتاعت الايه؟ بتاعت الحوائط دي. رقم 2 استخدام الكاميرات بتستخدم عشان بتبقى ايه؟ بتستخدم في العتاب. ايه العتاب ده؟ لو اللينتل او اللينتل دوت او اللينكد اللي موجود دوت، اما يكون في فتحه في الشباك او فتحه في الباب، فانت تبص كده على الشباك فوق كده في طوب، فالطوب ده ممكن يروح واقع مكسور وواقع، لان الطوب دوت ما بي يعني
يا دوبك لازم مع بعضه بشويه مونه خفاف، فلازم انت ايه تروح حاطط عتب حته كده خرسانه مسلحه فوق الايه؟ فوق الشباك او فوق الباب او فوق الباب. لازم في اي بيت او في اي مبنى بتلاقي اللي هو الايه؟ النتل دوت او اللي هو العتب، العتب ده. خلاص؟ بيتحط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الاستخدام الثالث بتاع الكاميرات يبقى انت بتكتب لي 1 2 3. بيستخدم عشان يبقى بيعمل ديفايدد للريينفورسد كونكريت سلاب تو بارتس تو ريديوس ذا ثيكنس اوف ريينفورسد اوف رينفورسمنت اوف وول. يعني بيبدا يقسم، يعني البلاطه دي اللي انتم شايفينها دي بلاطه كبيره قوي، البعد ده كبير قوي بيوصل 8 متر. فالكمر البيمز من ضمن مستو اللي انت تروح مقسم تحط بين العمود والعمود ده كاميرا عشان يقلل لك دي بلاطه ودي بلاطه عشان يقلل الديفليكشن عليه اللي هو ده. خلاص. يبقى الاستخدام الثاني يستخدم عشان يقسم الرينفورس كونكريت سلاب تو بارتس عشان يقسمها الى اجزاء تو ريديوس ثيكنس اند رينفورسمنت اوف اي سلاب عشان يقلل الصم والتسليح بتاع البلاطات. الاستخدام الرابع بتاع البيمز، العمود بيبقى ساعات الدور الارضي اللي انت وانت داخله كده العماره ولا داخله الفيلا بتاعتك بيبقى فيه الارتفاع ممكن يوصل ل 5 6 متر، فممكن العمود يحصل له باكلينج يعني نتيجه ارتفاعه الكبير ده ونتيجه هو شايل الحمل كده اكنك دايس على مسطره كده يحصل له باكلينج انبعاج. لو انت معاك قلم دلوقتي وضغطت على القلم رفيع كده وضغطت عليه كده ضغط هتلاقيه بيحصل له عاوز يطلع لبره كده باكلينج كده. فالكمر ده مستو اللي هو ايه لما بتحط كاميرا في النص بيروح مرابط الحته دي رابطها ما بيخليهاش ايه زي ما انتم شايفين كده يبقى رابطها فبيقلل الباكلينج. طب النوع الثاني بقى ده كده خلصنا اللي فات ده ايه استخدامات الكاميرات. في سؤال بيجي دايما ايه هي انواع الكاميرا؟ انواع الكاميرا رقم 1 في دروبت بيمز. دروبت بيم ده اللي هو الكاميرا السائط يعني اللي انت بتبقى داخل عندك في الريسبشن كده وتلاقي كاميرا نازله لك في ايه في نص الايه السقف كده يبقى نازله لك في السقف. في حاجه انفرتد بيم. انفرتد بيم ده الكاميرا المقلوب. يعني ايه كاميرا مقلوب؟ بدل ما انت تنزل الكاميرا في الدور اللي تحت ده تطلعها لهم في الدور اللي فوق تقلبها. طب واحد يقول لي طب ما انا لما اطلع في الدور اللي فوق الاقي حاجه طالعه لي من الارض كده. لا دي بتستخدم بس انفرتد بيم ديت لو فوق في حيطه فوقيه يعني لو في هنا في حيطه فوق بحطها على طول. يعني الحيطه بتتعمل اكنها جزء من الحيطه يعني. تبقى ماشيه مع الحيطه حضرتك. ماشيه مع الحيطه مش فاهم بحيث ايه تبقى من فوق ما تبقاش اللي فوق يقعد ينطوا فيها هو بيعدي يعني. يبقى ماشيه مع الحيطه. في نوع ثالث اسمه هيدن بيم الكاميرا المدفونه، الكاميرا الايه؟ المدفونه. بتبقى مدفونه في وسط البلاطه انت مش شايفها ولا فوق ولا تحت. ازاي بتبص حديدها كتير زي اللي باين في الرسم ده حديدها كتير كده غير البلاطه ويبدا يصب مع البلاطه ومحدش شايفها خالص من ولا فوق ولا تحت. يبقى السؤال بيجي هنا ايه هو تايب اوف بيمز؟ هتقول لي 1 كذا بالرسمه بتاعتها، 2 كذا بالرسمه بتاعتها، 3 كذا بالرسمه بتاعتها بس. تمام. في نوع ثاني انواع ثانيه من البيمز اسمها ممكن نكتبها له يعني لما يقول لك انواع البيم تكتب لي دول او تكتب لي برضك معاهم تايب اوف بيم ان رينفورس كونكريت ستراكشر. في نوع اسمه مين بيم وسكندري بيم، قمر رئيسي وقمر ثانوي. ايه هو القمر الرئيسي؟ هو القمر اللي مسنود على العمود للعمود، قمر مسنود على العمود للعمود على طول. خلاص. والقمر الثانوي هو القمر اللي مسنود على قمر ثاني. يعني دي الكاميرا دي لو خدنا بالنا او دي مش متشال على العمود على طول، يعني بص مسنده هنا على العمود وسنده هنا على العمود، يبقى دي رئيسيه. طب بص الكاميرا العموديه عليها دي بقى، دي سنده على ايه؟ على كاميرا زيها وعلى كاميرا ثانيه، يبقى دي ثانويه. يبقى الكاميرا الثانويه بتتشال على الكاميرا الرئيسيه والكاميرا الرئيسيه بتتشال على العمود. فعشان كده لما اقول لك كده تقول لي 1 مين بيمز سكندري بيمز. اي زي دي كده. دي كاميرا رئيسية ودي كاميرا ثانوية سند عليها. ودي برضه ده رئيسي اهو وده ثانوي. ليه؟ لأنه ساند على كاميرا مش ساند على عمود. وهكذا.
في حاجة تانية بيجي لك في الامتحان، وده سؤال مهم طبعا دايما بيجي، ايه هو المين كونسيدريشن فور سيلكتنج ذا لوكيشن اوف رينفورسد كونكريت بيم؟ ايه هي الاعتبارات اللي انت الاعتبارات اللي حضرتك بتبدا تختارها وانت بتحط الكاميرات دي؟ خلاص، اول حاجه يعني ايه الاعتبارات وانت بتحط الكاميرا ده تحطه ازاي؟ بتبدا رقم واحد، يجب الاخذ في الاعتبار بانه لا يسمح باكثر من ثلاث كاميرات حالات تحميل فوق بعضها. يعني ايه؟ ما ينفعش كاميرا ثانويه بتشال على كاميرا ثانويه، بتشال على كاميرا ثانويه، بتشال على كاميرا رئيسيه. فاهمين اقصد ايه؟ يعني دي كده بيم بي 1 دي بتشال على ايه؟ على كاميرا ولا عامده؟ على كاميرا. معلش انا واحده بي بي 1 دي بتشال على كاميرا ولا عامده؟ على كاميرا. على كاميرا. على كاميرا. فدي كاميرا ثانويه. طب بي تمام. بي 2 على عمود. عمود وايه؟ لا عمود وكاميرا. يبقى ثانويه لازم. طب بي 3 ثانويه. ثانويه. طب بي 4 او جي 1 جي رئيسيه. رئيسيه. فاقصى عدد من الكاميرات يكون يعني لو بي 3 دي متشال على ثانويه ثاني اقول مرفوض، ما ينفعش، لا يفضل، يعني اقصى عدد يبقى 3. ماشي؟ يبقى طبعا. انت ما يجي لك السؤال ده ايه المين كونسيدريشن، ترسم لي الرسمه دي وتقول لي ايه الجملتين من هنا. يجب ان في الاعتبار ياخذ الاعتبار ان لا يسمح باكثر من ثلاث حالات تحميل على الكاميرات يعني. الحاجه الثانيه رقم 2، ما ينفعش ايه بقى؟ كاميرا متشال على كاميرا، متشال على كاميرا، يعني ايه؟ كاميرا ثانويه زي دي. هنبدا بايه؟ ايه دي متشال على ايه؟ على بي، وبي متشال على سي، وسي متشال على مين؟ على سي. على سي. سي متشال على دي. على دي. دي متشال على مين؟ دي. يعني طب مين اللي شايل مين ده هنا؟ على ايه؟ على ايه؟ طب مين اللي شايل مين؟ فكروا فيها كده، بصوا عليها كده، هتلاقي مفيش حاجه شايله حاجه، لان ايه؟ الاي متشال على الاي والبي متشال على سي، وسي على دي، ودي على ايه تاني؟ طب ما هي ايه اللي مين اللي شايل؟ ما ايه هي اللي شايل متشاله من الاول، فبالتالي دي غلط كده، انستيبل، يعني المبنى ده مش مظبوط. صح كده، فاهمينها ديت ولا لا؟ تمام. تاني ليه؟ لان الكاميرا ايه دي؟ هي المفروض متشاله على بي، بي اللي شايلاها، والبي السي هي اللي شايلاها، والسي دي هي اللي شايلاها. طب ودي رجعت لايه تاني؟ طب ما ايه اساسا في الاساس متشال على بي؟ فطبعا كده ايه؟ مفيش حد شايل حاجه، كله متسند على بعضه وكله هيقع. طب هي كده هي كده يا دكتور مش حركه حمله؟ حركه حمله؟ لا دي مش حركه حمله، ماليش دعوه بحركه حمله، دي قمر في السقف. يعني قمر على السقف يعني. ماليش دعوه، انما ايه الصح ايه بقى؟ الصح اللي الاقي ايه بقى؟ بدل ما اخلي ايه، بص اللي هيحصل، بص هنا الايه متشاله هنا على هنا وهنا، والبي متشاله على مين؟ على السي، وسي بقى متشاله على حاجه ثانيه غير الايه، بص متشاله على ايه؟ حاجه ثانيه خالص. فكده بالظبط. فانت هتقول لي بس ايه؟ عدم عمل حلزوني. حلزوني يعني ما تبقاش عارف اللي هو اللوب اوف لودنج، ما تبقاش عارف مين اللي شايل مين يعني. وهو عباره عن دائره حمل من الكاميرات، كل منها تؤدي الى الكاميرا التي بعدها، وفي النهايه تنتهي على التحميل لنفس الكاميرا اللي انت ابتديت منها. فهي طبعا موضوع مش منطقي يعني. خلاص. طب الحاجه الثالثه، تمام، الحاجه الثالثه ما ينفعش، لا يفضل، لا يفضل يبقى في كانتليفر في المبنى كده. يعني ما ينفعش مثلا تلاقي ايه الكاميرا في وسط الدور، في وسط السقف كده، وقفت لك في نص السقف. بص الكاميرا مثلا اللي هي طالعه في السقف دي، واقفه لك في نص السقف، دي كانت دي لا تفضل يعني، لازم تبقى بالشكل ده. بس يبقى كده احنا وقفنا عند دي، هنقف عند الجزء ده. هناخد بعد كده ازاي التحميل بقى بتاعنا، شكل التحميل عندنا يبقى عامل ازاي. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. هناخد بس الغياب بتاعكم.
تمام يا دكتور، ناخد الاجابه ونبعته لكم على الواتساب. ال اهم حاجه بس ما تنساش يا دكتور بعد اذنك اللينك بتاع اللينك بتاعي بالظبط بتاع القناه بتاع حضرتك يا دكتور عشان ندخل على وانتوا معايا دلوقتي ابعته لكم عشان قبل ما انسى. ممكن يا دكتور على الواتساب يكون افضل بعد اذن حضرتك. هو ده اللي هيحصل، ابعته لكم على الواتساب هتلاقوا فيه المحاضره ديت، وهتلاقي فيه يعني هتلاقي محاضرات كلها حتى الاستراكشر والخرسانه و... يعني على جروب الواتساب يا دكتور. ها؟ نزل اللينك بعد اذن حضرتك على جروب الواتساب. ماشي ابعته لكم حالا دلوقتي. ابعت لكم اي فيديو من الـ من الـ من اللينك وانتوا تشوفوا ايه. تمام يا دكتور. تمام ديت متهيألي ديت على دي بعض دي محاضره من ضمن المحاضرات ديتها لحد تاني اهي. وانتوا هتلاقوا كل المحاضرات فيها بقى. بيعمل عليه موفمنت كده ولا سوي حركه افقيه. خلاص يا شباب انا فين اللينك بتاعكم؟ انا بعتها لكم كده يا شباب، ده اللينك بتاع القناه. هتلاقي فيه بقى تدوروا على المحاضرات كلها بتاعتها وحاجات تانية حتى تستفادوا منها بعد كده انتوا في حياتكم، على شغل الخرسانه والاستراكشرز بجميع انواعه وحاجات تانية. عند اللينك ده يا دكتور انا مشترك في القناه بتوصلني كل حاجه حضرتك بتنزلها. تشترك. طيب كويس، اشترك في القناه بقى عشان تيجي لك اي حاجه بقى من المحاضرات على طول اوتوماتيك يعني. ان شاء الله كل حاجه باذن الله. برضه مش هيشيل لك الاستراكشر يا يوسف. ها بيقول ايه يا محمد؟ بقول لك برضه مش هيشيل لك الاستراكشر يا يوسف. ماشي ماشي ماشي، هتاخد الاستراكشر برضك يا يوسف سعيد. بلاش الاستراكشر ايه تاني؟ ده الاستراكشر ايه تاني؟ ده كفايه دول. لا لا ان شاء الله خير، ما تقلقش. خد الموضوع اللي انت بتاخد معلومات، لان خد بالك انت هتاخد شهاده هندسه ان شاء الله يعني. مش عايز اقول لك كل معلومه بتاخدها حتى لو ما تكون حاجه صعبه عليك بتاخدها انا نوتس بسيطه كده، هتعرف قيمتها بعد كده وانت في الموقع يعني. دكتور والله ما شاء الله عليك، انت مسهل الموضوع جدا وبصراحه باسلوب سلس جدا. ربنا يبارك يا دكتور احمد والله. ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. ماشي يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله. بعد الشغل دكتور احمد، الف شكر. مع الف سلامه، مع الف سلامه يا شباب. مع السلامه.